يقول: أنا طالب على وشك التخرج، أريد أن أتخصص في مجال أرغب فيه، ولكن خالفتني والدتي في ذلك، فهل هذا من العقوق إن خالفتها وتخصصت في مجال لا أرغب فيه؟ على كل حال أنت تطلب العمل المناسب وتقنع والدتك بذلك، ولا أظنها ستعارض أو تمانع. إذا أقنعتها بأن هذا العمل أحسن وأن الوظيفة فيه أحسن، ما أظنها تمانع، لأنها تريد لك المصلحة إن شاء الله. نعم.